السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كنت أتوقع أني يوم من الأيام راح أطلب الكوفي شروم، وأن أنقل البث عندي بطلب مني. دخلت الكوفي شروم لأن فخاطري كلام كثير، واختلطت علي المشاعر والكلمات اللي أبي أقولها لكم. أول بداية، شكرا لكم، شكرا لقناة بداية، شكرا لجمهور بداية العظيم، شكرا لجمهور جابر الحكمان، شكرا لفريق دعم جابر الحكمان، شكرا لإخواني المتسابقين، شكرا للإدارة، وشكرا للمقدمين مرجان السقيان، شكرا لأهلي اللي صبروا عني 3 أشهر، شكرا لإخواني اللي قاموا بشغلي في البيت، شكرا لأصدقائي، شكرا لكل شخص يتابع قناة بداية، شكرا لكل شخص دعا لجابر الحكماني، شكرا لكل شخص دعم جابر الحكماني بمجمل عام، شكرا لكم يا سلام. في هذا البرنامج مر علينا 3 أشهر. طيب، أمس داخلين كان اليوم الأول للرصيدي وفرحانين، واليوم وبعد شوية راح يكون الختام إن شاء الله في البرايم النهائي. عشنا كل اللحظات حلوها ومرها، عشنا الفرح، عشنا الحزن، عشنا التعب، عشنا الراحة، عشنا السعادة، عشنا كل حاجة، قربنا كل حاجة، طلعنا فوق الجدار في الديوانية، لعبنا في المزرع، لعبنا في الساحة الرسمية، في الهنجر، حتى في المطبخ، قربنا كل حاجة في المطبخ، سوينا مقالب، سوينا أشياء كثيرة، حتى الكسر ما سلبنا منه، كل شيء قربنا. فقلت أنا يعني قربت كل حاجة إلا شيء واحد، اللي هو دخولي للكوفي شروم ومحادثتي للجمهور بشكل مباشر، يمكن أنها التجربة الوحيدة اللي صارت في هذا الموسم، أنا بدايتها وأنا ختامها في نفس الوقت. تجربة يمكن جميلة جدا أني أحدث الجمهور وجها لوجه، أحول البث عندي أنا، والله في أشياء كثيرة حاب أقولها. أنا لما كنت داخل برنامج ضد رصيدك كان هدفي الأساسي والرسمي أني أستمتع، هذا هدفي الأول بعيدا عن المنافسة على المركز الأول، ولكن والله ثم والله لما شفت الدعم الكبير والمحبة الكبيرة لجابر الحكماني من كل مكان، من عمان والسعودية والإمارات والكويت وكل الدول اللي تتابع برنامج زد رصيدك، حسيت أني لازم علي أن أنافس، لازم علي أني أضغط على نفسي وأنافس على المراكز الأولى، وحاولت جاهدا ولو أني بعض الأحيان لم أوفق في المسابقات، ولكن والله كنت محاول جاهد أني أحاول أني أحصل على كل ريال ولا أفوت في كل ريال. فإذا كتب الله أن نفوز بالمراكز الأولى فالحمد لله، وهذا الفوز أنا أهديه لكل شخص يتابعني الآن وكل شخص يحب جابر. وإذا الله ما كتب أن يفوز بفارس ضد رصيدك أو أحد المراكز الأولى، فأنا عندي حاجة فزت بها من قبل انتهاء البرنامج، ألا وهي محبة الناس. هذه أنا أعتبرها أكبر جائزة لجابر الحكماني. جابر الحكماني ما بعد البرنامج إن شاء الله راح يستمر بعطائه لأجلكم، راح يستمر ويضغط على نفسه لأجلكم، راح يحاول أنه يمتع كل شخص يحب جابر الحكماني. وفي كلام كثير ودي أقول، والله العظيم كلام كثير، ولكن ما أعرف من وين أختم. أتمنى التوفيق للجميع الأخوان المتسابقين، أشكر كل جماهير المتسابقين، جمهور كل شخص على دعمه لأخوان المتسابقين، مش دعم الجابر الحكماني بس، لإخواني المتسابقين كذلك، لأنه اللي يفرح أخوان المتسابقين يفرحنا نحن، وأنا أقول هذا الكلام والله وأنا صادق.
قناة بداية أنت للقمة، قناة بداية أنت دائما للقمة. السلام عليكم، ما عندي كلام ثاني. هذا لازم كل يوم تشرب.